الحشرات. الحشرات. قناة مس بينو، قناة الطفل العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة. ما هذا؟ إنها نحلة. نحلة. النحلة حشرة اجتماعية تعيش بداخل الخلية. تشتهر النحلة بإنتاج العسل وشمع العسل. قولوا عسل. عسل. أحسنتم. تلعب النحلة دورا مهما في تلقيح النباتات، وتمتلك إبرة للدفاع عن نفسها. احذروا أن تلسعكم النحلة. نون، حاء، لام، تاء مربوطة. نحلة. نحلة. مع السلامة يا نحلة، إلى اللقاء. ما هذا؟ إنها فراشة. فراشة. تتميز الفراشة بأجنحتها الملونة. انظروا إلى هذه الفراشة. سبحان الله، إنها جميلة جدا. تساعدها أجنحتها الملونة على الاختباء من الأعداء. تستطيع الفراشة أن تهاجر لمسافات طويلة. كم أنت قوية أيتها الفراشة؟ فاء، راء، ألف، شين، تاء مربوطة. فراشة. فراشة. مع السلامة يا فراشة، إلى اللقاء. ما هذا؟ إنها نملة. نملة. النملة مثل النحلة حشرة اجتماعية أيضا، تعيش في مستعمرات مع الملكة والعاملات. تمتلك النملة قدرة هائلة على التعاون. وتحمل النملة أوزانا تفوق وزنها بأضعاف. انظروا إلى هذا النمل يجمع طعامه. سبحان الله. نون، ميم، لام، تاء مربوطة. نملة. نملة. مع السلامة يا نملة، إلى اللقاء. من التالية ترى؟ ما هذا؟ إنها جرادة. جرادة. الجرادة حشرة قافزة وقادرة على الطيران لمسافات طويلة. انظروا إلى شكل الجرادة، إنها مميزة حقا. عندما تتكاثر الجرادة تتكاثر بأعداد كبيرة وتتحول لأسراب تأكل المحاصيل كلها. جيم، راء، ألف، دال، تاء مربوطة. جرادة. جرادة. مع السلامة يا جرادة، إلى اللقاء. ما هذا؟ إنها ذبابة. ذبابة. هل تسمعون صوت الذبابة؟ إنه مزعج جدا. تعيش الذبابة فترة قصيرة لكنها تتكاثر بسرعة. تلعب الذبابة دورا في تحليل النفايات، لكنها تنقل الأمراض لأنها تتواجد في القمامة. انظروا إلى شكلها كم هو مميز. سبحان الله. ذال،
باء ألف باء تاء مربوطة ذبابة ذبابة. لا تزعجينا مرة أخرى أيتها الذبابة. ما هذا؟ إنها بعوضة بعوضة. تأتي بالليل عندما ننام وتقوم بقرصنا. قرصات البعوضة تسبب الحكة الشديدة. إنه أمر مزعج حقا. وبعدها يصبح لدينا الكثير من الحبوب على بشرتنا. إنك أكثر إزعاجا من الذبابة أيتها البعوضة. ابتعدي أيتها البعوضة، ابتعدي، أريد أن أنام. باء عين واو ضاد تاء مربوطة بعوضة بعوضة. أتمنى أن لا تقرصكم البعوضة بعد اليوم يا أطفال. ما هذا؟ إنها دعسوقة دعسوقة. انظروا إلى هذه الدعسوقة الجميلة، لونها أحمر ومنقطة بالأسود. سبحان الله، الدعسوقة حشرة مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على الحشرات الضارة للمزروعات. لدى الدعسوقة ألوان أخرى، انظروا إلى هذه الدعسوقة البرتقالية. سبحان الله، دال عين سين واو قاف تاء مربوطة دعسوقة دعسوقة. مع السلامة يا دعسوقة، إلى اللقاء. ما هذا؟ إنه يعسوب يعسوب. اليعسوب حشرة رشيقة تمتلك أجنحة شفافة وجسما طويلا. اليعسوب يأكل البعوض الذي يقرصنا. كم أنت مفيد أيها اليعسوب. ياء عين سين واو باء يعسوب يعسوب. مع السلامة يا يعسوب، إلى اللقاء. إنه سرعوف سرعوف. يستخدم قوائمه الأمامية لاصطياد فريسته. يتميز السرعوف بحركاته البطيئة. تساعده حركاته البطيئة على التمويه، كما أن بعض أنواعه تمتلك قدرة خارقة، يمكنها تغيير لونها. انظروا إلى هذا السرعوف، إنه يشبه الزهور. سبحان الله. سين راء عين واو فاء سرعوف سرعوف. مع السلامة يا سرعوف، سررنا بلقائك. ما هذا؟ إنها خنفساء خنفساء. لدى الخنفساء الكثير الكثير من الأنواع والأشكال. بعض الخنافس مفيدة وبعضها الآخر ضارة. تمتلك الخنفساء أجنحة صلبة تحمي الأجنحة الطائرة التي تحتها. خاء
نون فاء سين ألف همزة خنفساء خنفساء. مع السلامة يا خنفساء. ما هذا؟ إنه دبور. دبور. الدبور حشرة لادغة تختلف عن النحل بشكل كبير. يمكن للدبابير أن تلسع عدة مرات دون أن تموت. الدبابير تأكل اللحوم والحشرات الأخرى. دال باء واو راء. دبور. دبور. مع السلامة يا دبور. إلى اللقاء. ما هذا؟ إنها يرقة. يرقة. اليرقة هي المرحلة الصغيرة للعديد من الحشرات. قبل أن تصبح الفراشة فراشة تكون يرقة، وقبل أن تصبح الخنفساء خنفساء تكون يرقة أيضا. اليرقة لديها شهية كبيرة للأكل. ياء راء قاف تاء مربوطة. يرقة. يرقة. مع السلامة يا يرقة. إلى اللقاء. من التالي يا ترى؟ إنه عنكبوت. عنكبوت. يمتلك العنكبوت 8 أرجل. ينسج العنكبوت خيوطا لصيد الفرائس. بعض أنواع العناكب سام وبعضها غير سام. انظروا إلى هذا العنكبوت، إنه يشبه العنكبوت الموجود في غرفتي. العناكب تعمل بجد لتصنع شبكتها. عين نون كاف باء واو تاء. عنكبوت. إلى اللقاء. أتمنى أن تغادر غرفتي. ما هذا؟ إنه صرصار. صرصار. الصراصير تستطيع العيش بدون تناول الطعام لفترات طويلة. الصراصير تتواجد في الأماكن القذرة. أنا لا أحب الصراصير إطلاقاً، وأظن أنكم مثلي لا تحبونها أيضاً، فهي تنقل الكثير من الأمراض لأنها غير نظيفة. صاد راء صاد ألف راء صرصار صرصار. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم عن الحشرات. أصدقائي الأعزاء، وصلنا اليوم إلى نهاية رحلتنا الرائعة في عالم الحيوانات مع مس بينو. لقد تعرفنا معا على مخلوقات مذهلة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن تذكروا جيدا، عالم الحيوانات لا ينتهي هنا. كل يوم هناك شيء جديد يمكننا اكتشافه، وكل مخلوق صغير له قصة تستحق أن تروى. فابقوا فضوليين وراقبوا الطبيعة من حولكم، وكونوا دائما أصدقاء للبيئة والحيوانات. هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت فمن نفسي والشيطان. أسأل الله أن يكون ما قدمناه مفيدا ونافعا لكم. شكرا لكم على متابعتكم ودعمكم. أحبكم يا أصدقاء. مع السلامة. إلى اللقاء.